عندي احنا هذو ما عملوا المعامل عزلهم والله وحصلنا يا وخي والله منا فينا يا وخي والله منا فينا يا صح شبتكم ومرحبا بكم في منا فينا اللي حصل في منداتها اليوم الصحفية ومعدة ومقدمة البرامج أميرة فخفاخ. أميرة وهي بصدد تقديمها لمنوعة مدرستي اتحطت في موقف غريب غريب يخليها تفقد أعصابها بعد ما حاولت تتماسك روحها، خاصة أنها كانت على المباشر. نشوفوا بعضنا السؤال اللي هو يقول ماذا بيا كان تستشيروا مع بعضكم وتعطيونا اجابه موحده. ثم لوحات في بالي انا في اللي حكى معايا في الانتاج قال لي الريبورتاج نتاعي انا مشيت عدى الاولاني في الحصه هكا في بالي والله حتى ما فهمتش علاش تعدى نتاع عماد قبل. هو ما فماش مشكله راهو الريبورتاج نتاعك انت والا هو ما تعرف مقامات الحكايه مش عزيز. مقاماته طبعا لازم حلوه كلمه المقامات. اي يا عماد عماد انا بالنسبه لي كل ضيوف نورمال بون وياك ما كنوش موجود فيه في نفس البرنامج هذا راني باليش تجي بالحق. حلوه برشا بديناها بالنقرس والتنقريز ما بين هاد الفنانين هذايا اللي نورمالمون نشوفوه ونسمعوه. شنو قلت لي؟ شنو؟ قلت لها معز التومي لا. شنو معز التومي لا؟ ما نرحبوش بيه. علاه؟ هكا. اش معناها؟ جاي شري شبوك انت ليلى. مش شري شبوك لا اسمع بالحق احنا نحترم من البرنامج ولكن انا المعدين عطاوني معلومات ما لقيتهاش في البرنامج. انا المعده وانا اللي كلمتك وانا اللي تواصلت معك وما عطيتك حتى معلومه ما عطيتك شو الترتيب نتاع البورتري باش نبداو واضحين. ما يهمكش فيه خلينا نكملوا مع بعضنا كامل احتراماتنا. شنو ما يهموش فيا؟ قعدت معاه في اميره هو ضيفي ضيف مؤسسه التلفزيون. شنو ما يهموش فيا؟ شنو معناتها؟ انت ما عندكش الحق بكل تواضع وبكل احتراس انك تتدخل في امنيتي وتقول له معناتها ما يهموش فيا؟ شنو؟ ما يهموش هو ضيفي. يعني انت مستدعيتني في برنامج تقول لي ما يهموش فيا؟ يعني انت مستدعيتني في برنامج عندك يا ولادي رانا مش تقول لي ما يهمكمش فيا؟ نقول لك حاجه احنا ما نتعامل مع ضيوفك اللي يجيوك ما يمكنش. انا كنت ضيفه عندك في راديو وفرحتوا بيا انت والشباب اللي كنت اللي كانت موجوده. اما انا ما دخلتش في الضيوف. انت معلوماتك غلط عليا ديجا. علاش غلط؟ حتى اسم برنامجي مش عارف. احنا نحكيو على المدارس واحنا لهنا باش إيه لكن انا جاي زيك مانيش يا خويا على الراس والعين. مرحبا بك. نحبك تبدا معلوماتك صحيحه. شنو هو عماد؟ اخويا سماح. هاي يا عماد والله سماح بربي تحيه كبيره يا عماد عزيز خليها تلحق فينا مره اخرى. عماد عماد والله تشكر ما عماد على خاطر عماد تبدا بين زوز بنات احسن حتى انا ننسحب تنسحبوا عليه يا اخي معز. شنو هي الحكايه نتاعكم هذه؟ معز عماد معز اميره كي قلت لي من الاول ثم معز ما نجيش انا في انتظار انهم يلتحقوا بنا ضيوفنا الكرام. خلينا نتعدي ونشوف البورتخي الخاص بعز ابو الابيض. عماد مالي يا اخي اميره مش مالي كيفاش ملي ملا ملي جيت وهو يغزل ما فهمتش على شنو يغزل. شنو هي تغزيل وش هي الحكايه هذيا ما تخرالش راهو يا جماعه. جيت بحذايا ضيف مرتين في الاذاعه ما فماش حتى اشكاليه. عدي لي الاغاني بتاعتي. نجم كبير غلطه معز معز كرمال يا اخي والله يلتحق بينا معز معز. انا مانيش باش نرجع على خاطر انا ما نجيش البرنامج المنشطه نتاعو ما تعرف عليا حتى شيء ما تعرفش اسم برنامجي وتغلط في اسم برنامجي وفما تنسيق ما صارش كوم الفو بالحق ما نجمش نكون موجود. تنسيق ما صارش كوم الفو. اي بيان سور اي اي بيان سور. قداش من مره طلبناك ونسقنا معاك؟ لا 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 مش مسألة بالعكس لا مش مسألة دعوة مش مسألة دعوة. علاش دعوة يا اخي واحد كي عنده اكزيجونس باش يكون عنده طريقة ظهور علاش لا؟ يا معز ما يجيش تعمل فيه هدايا. علاش يا عزيزة؟ ما يجيش تعمل فيه هكا. لازم نعرف انا على شنو تعمل هكا. يا معز معز
نجم تقعد معنا؟ والله توا ما نجمش نقعد. تحيه للجمهور ربما يحبك ويفرج فيك. ما يسالش، نو نو ما يسالش. يظهر لي انت تعرف والناس اللي معايا تعرف اللي احنا نخدموا خدمتنا مليح مليح واللي انا طلبتك مره. لكن جيت تعرف خدمتك ما تقولش عزوزه شو انا عندي برنامج اسمه ميديكالي. ما تنجمش تشكك في الخدمه وفي الحرفيه والمهنيه نتاعك. ما تنجمش تزيدني من اللغه الخشبيه. ما تنجمش تشكك في المهنيه نتاعي. ما تنجمش سامحني. ما تنجمش تي ليه ما سامحني كذا. ما تنجمش وما نسمح لك. صراحه نقول لك ضربتك الدعوه. نقولها لك ضربتك الدعوه. ضربتك الدعوه. ضربتك الدعوه. ضربتك الدعوه. كيفاش تفهم البرنامج تعمل هكا؟ شنو المشكل كي ناخذوا في اسم ليميسيون؟ يا اخي هو قران منزل من غدوش. انت تجم تغلط في اسم الميسيون تاعك. سامحني علاش ما يكونش فما اعداد واضح ومريقل وكل شيء. اي ما تنجم ترجع شيء الفوضى والحاله هذه. امساطت العمليه راه. نكملوا المباشر يا جماعه. مع شكون باش نكملوا المباشر؟ اش قولك؟ هكا معاك في الخدمه هو؟ ولا هذه شخصيه اخرى قاعدين نكتشفوا فيها اليوم؟ انت تكتشف؟ باش تخدموا منقوصين؟ ما كانش قد كلمت وانسحب. شنو هو؟ نخدموا مع سيدي ابو الابيار ايمن. اخي اقعد معه ايمن. تحيه كبيره لايمن. يا معز لا لا عمرها كامله. مش متفاهمين. مش متفاهمين هكا بصراحه. هذا مباشر. كيفاش نعبوا؟ شنو يجيب معز؟ احنا متفاهمين هكا اربعه من الناس. زو شنو يمشي معز؟ نقعد هنا تجيبوا لي تكنيسيان يخدم معايا؟ لا 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 شو عملوا؟ روح نروح هنا. روح هو روح هنا. ما يعطينا تلعب وحدك. تلعب لا 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 روح معز روح هنا. لا لا مو سامحني مو سامحوني عزيز عزيز شي معز تو نخدم هنا. ما تساعدنيش اخي. عليه انت يقترن اسمك معز؟ ايه كيفاش هو انسحب؟ انت لازم تنسحب معاه؟ ايه كيف تجيبوا تكنيسيان؟ ايه كان جاي حافه دار اهو من نسحب فنان تجيبوا تكنيسيان ما يجيش راه عاد شبيه تكنيسيان عاد شبيه؟ الكل يد واحده نخدموا باش نعملوا تصويره مزيانه. عاد انت بنت الدومين مسرح سينما فن. هي كلامها صحيح راه جات معناتها تكرر. لا 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 Yeah.